fredagen så har jeg stått hjemme på for Bernin. Og jeg vil ikke smage over det album, hvor vi får lasse en mundtjære, så kan jeg roe. Men det er sjovt, og det er sjovt, og det er sjovt, men det er tab. Så vil jeg skulle have været sjovt fast, og have den ude. Det er i måske sæt. Sæt sig i. Det er med det, man skal lave وكنا واثقين لما قدمنا انه عملنا رح يكون له محله للانتاج هيدا البالانس اللي هو انا بعتبره يمكن اصعب شيء الواحد يقدر يعمل هيدا التوازن بين وقت بيبقى الشخص هالقد اكاديميا صار في عنده مخزون كبير وبين انه يقدر يطلع بعمل خلينا نقول قريب للناس يعني اكسسيف منه اليتيست منه نخبوي وهيدي بعتقد يمكن من اكبر علامات النجاح لهالعمل بالذات. بيقولوا كنت انه شغل مثلا تشيلو اللي انعمل قد ايه فعلا يعني بمطرح معين اخذنا صار ربابي كليا، صار الكتريك جيتار كليا، يرجع يصير تشيلو كليا، هذا تشيلو اللي بنسمعه على طول باكبر الاعمال الكلاسيكيه. هيدا بعتقد كان اكيد قيمه مضافه على العمل لانه اخذنا على هيدي الاجواء اللي بدهم كان ساري وعياد يخدونا عليها، يعني على الضيعه اللبنانيه بمطرح معين يعني كيف قاعدين حول الصوبيا، نفس الوقت الشغل اللي عامله عياد على البيانو، هيدا الشغل اللي فيه ثقافه موسيقيه عاليه جدا، هيدا الشغل اللي بيجمع بين الكونتر بوان وبين الارموني وبين شغل الميلوديك الفيرتيوزيتي الهائله، يعني انا وقت طلعت على البارتيسيون اللي شغلها عياد بيانيستيكون شغله ماني مزحه لحيالله بيانيست يعزفها، يعني في تحدي كبير في تشالنج كبير وبعتقد انه قدروا يوصلوا بهالامكانيات اللي عندهم اياها كموسيقيه انه يوصلوا الفكره الموسيقيه الابداعيه خليني اقول تبعهم ويوصلوها لابعد حد ممكن. بدي اتمنى كل التوفيق لعياد وساري بكل مسيرتهم وانا قلت لهم عندهم دعم مطلق يعني بلبنان وبرات لبنان. واهميه الصوبيا انها صالحه لكل الفصول حتى في شهر اب الله ربما لأن الحطب بداخلها يشتعل بردا ودفئا وبراءة وحبا وسلاما وإبداعا. عندما كنت أستمع إليكما ومنذ كنتما طفلين كنت متأكدا من أنكما قد بدأتما منذ ذلك الحين بجمع حطب هذه الصوبيا الغزيرة النيران. وأنا الآن لا أجامل عندما يتعلق الأمر بالموسيقى. كنتما ولا تزالان تشكلان بالنسبة لي ولكثيرين غيري حالة فنية عالية وراقية ليس في هذا الوسط المحلي وحسب بل أبعد بذلك بكثير. هذا الهروب المستمر من الاستسلام لأي نوع موسيقي معروف دون أن يعني ذلك تنكرا لكل من تأثر بهم ساري وعياد، بل على العكس نجد تنقلا دائما بين الجمل الموسيقية بلغاتها المختلفة مصقولة بجملة موسيقية جديدة نضرة لا نلبث أن نبدأ بمقارنتها بجملة موسيقية مألوفة لمؤلف موسيقي معروف حتى يفاجئنا ساري وعياد بالخروج من الجملة نحو جو آخر بذكاء وبراعة في التأليف والتوزيع والعزف قل نظيرها سواء من خلال الجملة اللحنية أو الإيقاعية أو الأرمونية وهكذا دواليك في كل المقطوعات. عياد وساري أحبكما وأعتبركما من شباب لبنان الواعد إن كان هناك أمل بلبنان واعد يحافظ على مبدعيه على أمل أن نلتقي في عمل مشترك تأليفا وتوزيعا في يوم من الأيام إذا بعد لكم شريكنا. سمعته كله سمعته بتفاصيله تركت كل شيء وقعدت اسمع وقلت له لعياد انه انا كتبت يعني حطيت اكثر من 10 صفحات على اول معزوفه وانا عم بكتب وحلل بعدين قلت لا بدي اسمع تركت كل شيء وقعدت اسمع كل السي دي من الاول للاخر عجبني كثير الثقه بالعمل الثبات الجمل الموسيقيه يلي مرات بقول ما بدي اطلع منها ما يعني في محلات حسيت انه بدي ضلني بقلب هالجمله بدي اسمعها اكثر حبيت دخول الرق الخجول او دخول الرق الغنوج انا سميته لانه بمحلات صعب كثير بس في له محله يعني دخل بمحلات كثير حلو في ذكاء بادخال بعض الالات الموسيقيه حبيت العمل ككل من ناحيه التاليف
استعمال الربع صوت اللي دخل كان في نوع من توسيع للفكرة اللي ما بتخلص، في احساس وصوت مرهف، احساس جدا عالي، ودايما حسيت انه في ثقة وثبات وفي تردد بالعمل كتير رائع. الف مبروك للشباب، وان شاء الله لبنان بتضلوا تعملوا احلى، ان شاء الله هذا العمل بيكون بداية لحتى تكفوا للاجمل. شكرا كتير لكم. على الوصلة تكلفنا حق سيدان مع تفاقة. مبروك. أنا ما رح أحكي ولا رح حل الموسيقى، رح أحكي تاريخ. يعني 28 سنة أعمارهم لعياد وساري، ساري وعياد، هودي اثنين اللي هني بالحقيقة واحد، من وقت اللي كانوا ببطنا لروز كانوا يسمعوا الموسيقى. نحن شاهدين على هذا الشيء، أنا وزينب. زينب مرتي، تعي زينب تعي. كنت تحطهم هي وطوني بأوضة وتدور الموسيقى، وتدور الموسيقى وتطفي عليهم. طيب شو بدهم يطلعوا يعني؟ بتشجيه من الآخر؟ مع احترامنا للمهن وللهيدا بجننوا. يعني هني كمان سابق انه من بيتين، من عائلتين لناحية البي والام موسيقى. يعني طوني، مارسيل، خليفة، روحانا، شربل، استاذي بطرس، برد اللي خلقك هلا شفتك. شكرا ساري وعياد لانكم قدمتوا لنا صوبيا، بحبكم كثير وان شاء الله الى الامام. شكرا. ما تسقفوا لي.